على أن الأمر كان مؤامرة دون ذكر المصادر. خليني أعطيك المصادر دون ذكر المصادر. لا لحظة بس لحظة بس لحظة بس. واختلف معك الدكتور شمران، وإن كان جاتني مجموعة من الفاكسات من الإخوة الشيعة يقولوا أنك أنت تعبر عنهم وليس الدكتور شمران. جاني بعض الإخوان الشيعة قالوا أن الدكتور التجاني هو اللي عبر عن حقيقة المذهب وأراءه، وهم يريدون أن أعطيه وقتا أطول. وأقول حتى صراحة يعني أنا كده أتكلم فيه، لكن إحنا هنا الأشخاص الموجودين يناقشوا بأفكارهم، إحنا نأخذ من المشاهدين أراهم. هو الدكتور حر وله رأيه الحر، ولعل علامة كويسة أنه هو يجتهد أيضا ويقول برأيه. الآن خلاصة الأمر يعني، لأن إحنا نوشك على أن تنتهي حلقة اليوم. أيوة خليك هنا على توش. لا مش على توش، أنت بالعكس أنا كده البديت. طيب أعطيك الآن شوف. طيب 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 طيب. يحسب حتى المداخلات من الخارج يحسب فيها علينا. طيب نعطيك الآن شوف. كل واحد فيكم الآن في آخر كم فاضل لي يا أستاذ؟ لحظة خليه يسمعني بس عشان أخفف. خمس دقائق. مش سامع أنا، مش عارف ليش يشيل مني. طيب سبع دقائق فاضلين للبرنامج، خلنا ناخذ دقيقتين دقيقتين تلخيص. والسؤال هو الآتي، إذا كان أمر هذا الخلاف العظيم الذي تتحدث عنه دكتور تجاني، إذا كان أمره كله مرهون في موضوع الإمام، والمسلمين بعد ذلك يعني تولى أمرهم ناس كثار من عائلات شتى ومن ودين شتى والآخرين، لماذا لا تقبل أن يترك هذا الأمر أمر السياسة للمسلمين في زمانهم ومكانهم، يحكمهم الإمام الخميني، يحكمهم الملك فلان، يحكمهم الأمير فلان، ويبقى المنهج العام يطبق الشرع، المنهج الشريعة القيم العامة التي جاء بها الإسلام هي التي تلزمهم، ويترك الأمر لعامة المسلمين يختار من يحكمهم، ولا تفرض عليهم أن يظل أمر الدين وراثة في عائلة واحدة. ماذا تقول في هذا؟ طيب خليني نجاوب. تفضل. أولا المصادر كلها موجودة عندي، ولكن ما سمحتوا ليش بالوقت، والردود كلها اللي يقول فيها الأخ البلوشي عفى الله عنه، أنا ما نسبه وما نسمع كما استبني يقول يا التجاني يا كذاب وافتراء التجاني، بارك الله فيه جزاه الله خير، أنا علمني الإسلام أنا أحترمه ولو لم أراه، هذه واحدة. يعني أخلاقي اللي تعلمتها من أهل البيت، أني أنا إن كون مظلوم لا أكون ظالم. أهل البيت يقول الصحابة بارك الله فيه. أما هو أنت الصحابة رأي مش حكر عليك يا بلوشي، أنا عربي قبلك أنت على الصحابة. لا ما خلاص ما كمان عربي ليس العربية عن الصحابة، أنا ندافع عليهم أكثر منك الصحابة وتكفرهم تضعفهم وتكفرهم القرآن كلهم. اسمعني كفر ايش هذا جامل الزاري تكون مع بلوشي تجامل ومع القرآن تخالف. انا انت تتأول ما تريد، انا لا اريد ان اعارضك، يكفيني قول المتنبي جزاه الله خير رحمه الله، اذا جاءتك مسبة اذا اتتك مسبتي من ناقص فان الشهادة باني كامل. وانت الذي تكون صحابة الرسول وتكون صحابة الرسول بناء بالذي فيه ينضح. طيب. أنا عارف المصادر كلها. لو هنا ينظر القرآن والسنة وملك الإصرار الصحابة. لو كنت منصفا يا بلوشي أقرأ كتبي تلقى كل الجوابات على أسئلتك بالمصادر الموثوقة. قرأت كتبك لم أرى فيها إلا الزندقة والكفر. لم تقرأ أحد، فأنا أنك لم تقرأ إلا كتاب واحد. لا قرأت كتبك. أخي أن كتابي ثم اهتديت ترجم إلى 24 لغة، وأن أكثر من مليونين من السنة تحولوا بسببه إلى كل كذب، ليس بسببه بل بسببه. هذا كلها كثير. هاي كلها معليش ظلوا. خليك سمعني. قول بسرعة نجاوب بسرعة. قول من يقول أنه الرسول كان لا يخرج من المدينة حتى يستخلف بشهادتهم، هذا المدخل ما نعرفش منين. أن يتوب إلى الله. كيف يكون الرسول لا يخرج من المدينة حتى يستخلف ويموت ولا يستخلف؟ هذه واحدة. احنا لسنا اعداءك يا بلوشي ولسنا لا اعداء. اوكي اوكي اوكي, أوكي اسمعني يا تجاني يا تجاني يا تجاني يا تجاني يا تجاني اسمعني بلي. انت والدكتور حسين الشامي من قبل والاخ موفق الربيعي والدكتور شمران تداولنا في امر النصوص على فضل الامام علي والولاية، كلها عرضناها وقتلناها بحثا. والدكتور بلوشي قال هذه في كرامة الإمام علي، لكنها ليست في النص لأن يحكم المسلمين من بعد النبي ولا أن يحكم نسله من بعده. هذا أمر رأيه. وقال هذا أمر للمسلمين. أنا سؤالي إليك. خلنا نسألك بس. يا أخوان نسألك. حتى النقاش يمشي، لأنه نحن الآن تو تحدثنا كثير هذا الأمر. وما يمكن نكرره. اسألني ما خليتيني أسأل على سؤالك الأول. سؤالي هو نعم نكرره لك. سؤالي الأول هو الزمان نفسه أعطى المسلمين فرصة حتى يتأملوا في التاريخ وفي العبر الماضية والسابقة. ماذا ترفض في أن يكون لعل لا يمكن أن يتبين لك بعد المناقشة
أنه ربما أفضل من حكمة الله لخلقه وفي سنن التاريخ وما شفناه من الأمم الحية القوية المعاصرة الآن، أن أفضل أمر في أمر الحكم والسياسة أن يترك لعامة المحكومين الناس يختارون أئمتهم وحكامهم وتترك أمر الدين وقيم وأحكامه حكما منزلا للعالم. الوقت ضيق، خليني جاوب. جاوب. طيب. أولاً ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له. لم يقضي الله في هذا الأمر. أين قضى الله في هذا الأمر؟ فقد ظل ضلال مبين. هذا أمر الله ليس لك. أين أمر الله؟ لماذا علم يستشهد به؟ أين أمر الله؟ أين أمر الله في هذا؟ خليني خلاف ذلك. والله وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الخيرة اللي انت تتكلم عنها حق الإرادة بها لبعضها. الدول الراقية الآن المتقدمة الأصوات تشترى بالدولار بالفلوس ومعروفة في كل العالم، لكن لو كان حكم الله كما أراد الله لكانت البشرية في جنة النعيم. وأنا أريد أن أختم هذا القول بتحليلي. أنا لست مثير لهذا الجدل أجل أن أثبت أن علي هو أولى بالخلافة أو أن أبا بكر هو تصب الخلافة، مش هذا فكري ولا هذا همي. همي أن المسلمين اليوم يحكمون بأحكام وضعها أبي بكر وعمر مناقضة لكتاب الله. لا لا لحظة. ووضعها معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية والحكام الأمويين والعباسيين، فأصبحت أحكاما في كل البلاد الإسلامية. لا لا لحظة. تقابض الأصنام من الآن يتجنن. لولا أبو بكر وعمر وأصحاب الرسول لكان تقابض الصنم. نعم. لولا أبو بكر وعمر وأصحاب الرسول الذين بلغوك هذا الدين لكنت تقابض الصنم. لكن من أهل الجاهلية. معليش اللي يقول لك أبي بكر هو اللي حارب الردة، معروفة قصة الردة اللي هو مالك بن نويرة اللي دبعث له خالد بن الوليد. لا لا لحظة 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 موضوع تاني. لحظة لحظة يا دجاني يا دجاني يا دجاني، موضوع خالد بن الوليد ومالك بن نويرة ده موضوع تاني. نحن نحكي على حروب الردة حارب فيها علي بن أبي طالب والصحابة الآخرين، يعني كلهم تبنوا موقفا واحدا. فما تقول لي بشارك واللي يقول لك هم الصحابه كانوا رجال. طيب اوكي اوكي بس. علي وطلحه والزبير قاتلوا في حرب الجمل وماتوا. يا اثنان يا تيجان لحظه يا تيجان يا تيجان يا تيجان نعم. اقول لحظه يا اعزائي المشاهدين، استمعتم الى حجتي التيجان السماوي والاخ الدكتور شمران ومن سبقهما من الاخوه الذين تحدثوا عن امر الولايه والامامه، واستمعتم الى ما قاله الدكتور ابو منتصر الملوشي ردا على هذه الحجج على مدى الحلقات الماضيه. نحن نريد الآن أن نتجاوز. أحسنت. الأمر لكم أعزائي المشاهدين الذين خاصة من أصحاب المدارس الإسلامية أن تحكموا عقولكم وما فهمتموه من هذه الحجج والأدلة. من ظن واطمأن قلبه أن هناك حكما بينا صريحا في القرآن بولاية الإمام علي ولاية دينية منصوصة له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبلاغها، فذلك أمره وخياره الحر إذا وصل لاعتقاده لا يتدخل أحد منا في اعتقاد الناس. نحن ومن رأى منكم أن أمر الإسلام هو أن الرسول بلغ ما أنزل إليه من ربه، بلغ القرآن الكريم وأحكام الدين وشرائعه وترك أمر الحكم بعد ذلك للمسلمين يختارون من يحكمهم ويجتهدون في ذلك ما تجتهد بقية الشعوب، يطورون نظمهم وأحكامهم بحسب الزمان، فذلك قوله وخياره الحر ومعتقده. أما نحن فسنتجاوز الآن بكرة إلى موضوع بقية الأئمة السلسلة تحريف القرآن الكريم. تحريف القرآن وحجية القرآن. تحريف القرآن وحجية القرآن. أنا أعطيك تحريف القرآن بكرة. بكرة إن شاء الله بكرة. أعزائي المشاهدين شكرا على حسن المتابعة. شكرا على حسن المتابعة. اصبحونا على خير.